السلام عليكم، أنا اسمي شذى محمد الزحيكة، عمري 27 سنة، صار لي متجوزة 6 سنين، وزرت كتير دكاترة، وعندي مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، والدكاترة يعني آخر إشي سويت عملية منظار، فحكى الدكتور لجوزي إنه مرتك عاقر ما بتخلف، وقطعنا الأمل نهائيا. فجماعة الله يجزاهم الخير دلونا على الدكتور هلال أبو غوش، ومن أول زيارة سبحان الله إجيت على الدكتور أعطانا الأمل وانبسطنا كتير، ومن أول محاولة الحمد لله ربي، والحمد لله الله رزقني بثلاث توائم عبد الله ولمار وزيد، نوروا حياتنا ورجعوا لقلوبنا الأمل الحمد لله، من بعد ربنا ثم الدكتور هلال أبو غوش، وكان متعاون معنا كتير وريح نفسياتنا، هو الكادر الطبي كامل كتير متعاونين مع الواحد وكتير بتعاملوا بكل أريحية، والحمد لله رب العالمين شفنا يعني على إيده وعلى إيد ربنا الأمل في هدول الأولاد. وبنصح كل حدا يزور الدكتور هلال أبو غوش، لأنه أكيد من بعد ربنا رح ربنا يرزق الأمل عند الدكتور هلال أبو غوش. السلام عليكم، أنا اسمي محمد زحيكة، صار لي 6 سنين متجوز، وواجهتني مشكلة إنه مرتي ما حبلت وما خلتش دكتور في الأردن إلا رحت عليه، ودفعنا والله اللي فوقنا واللي تحتنا، وحكوا لي على الفاضي انه مرتك عمرها ما بتخلف نهائيا بعد ما سويت لها اكثر من عملية زراعة عند الدكاترة، طبعا على الفاضي ما اشي زبط. فبالاخر اجا صاحب الي ابن حلال بعد ما يئست نصحني اني اروح على الدكتور هلال ابو غوش الله يجزاه الخير، والحمد لله رب العالمين يعني الدكتور هلال ابو غوش لقانا في هالابتسام اللي بتجنن، يعني اعطانا الامل، والحمد لله رب العالمين سويت عملية زراعة عنده ومن اول مرة نجحت، وكانوا متعاونين معاي لدرجة لابعد الحدود، الدكتور والكادر الطبي والمختبر من الصغير للكبير ما حدا أثر معاي نهائيا نهائيا نهائيا، والحمد لله زبطت عملية الزراعة من أول مرة، والله أعطاني الحمد لله رب العالمين عبد الله وزيد ولمار نوروا حياتي، الله ينور حياته الدكتور هلال أبو غوش ويعطيه لما يرضيه إن شاء الله ويجزاه كل خير هو والكادر الطبي والمختبر.